بدك تساوي السلايم تبعك الخاص بجودة عالية مثل الموجودة هون، مثل الموجودة بتلاقيها بالسوق، وتحصل على هذا النوع من الرخاوة والامتطاط تبعه. فتابع الفيديو الأخير وبإذن الله رح تحصل على هذا السلايم وهالقوام الموجود هون وبالطريقة الصحيحة وبعيدة عن الكذب والغش. فتابع، خليك مع الفيديو. Why am I lost in a loveless fantasy? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله يكون عيد حلو ومبارك عليكم يا رب. اليوم الفيديو بمناسبة العيد رح نساوي لكم السلايم. طبعا كلكم تعرفوا السلايم، فاليوم رح نعطيكم الطريقة الصحيحة والطريقة الصحيحة لكيف صنعه وكيف يمكن نسويه بشكل كثير يكون ممتاز وما يقطع معكم، واي مشاكل بتواجهكم رح نحكي عنها خلال الصناعه. فالمواد اللي نحتاجها ان بشكل كثير بسيط ان عباره عن مادتين فقط، هي ماده الغيره البيضاء، معروفه موجوده عند محلات العصرونيه ومحلات النجاره، معروفه ان هي بتلزق الاخشاب، كلياتها بنعرفها طبعا لون الماده البيضاء. ورح نحتاج ماده اسمها البوراكس او بورات الصوديوم، هي معروفه بمصر باسم ماده الدينكار، وهي موجودة عند محلات العطارة أو محلات المنظفات، يعني منتشرة فيكم تحصلوا عليها بشكل كتير سهل. طبعا إذا ما حصلت على مادة البوراكس في بديل لإيدها فينا نستخدم مثلا سائل برسيل. هلأ كيف خطوات العمل رح تكون عنا؟ أول شيء رح نجيب مادة الغراء أو ما تعرفي بولي فينيل أسيتات، رح نحط مقدار كافي أي عبوة زجاجية أو بلاستيكية، نحط كمية كافية. كمية اللي انتو بتكون ياها. بعد منها رح حط شوية ماي، يعني شي بسيط كتير بس يساوي القوام، يساوي يعني شوي صغير يصير عندي القوام أقل لزوجة، يصير عندي مريء شوي مثل المسبحة أو الطحينية بتسموها. فرح أحرك شوي منيح وأضمن أنه حصلت مثل ما شايفين صار القوام رخو. شايفين كيف القوام هذا اللي بدي اياه؟ رح تفرق كمان نقطة مي. وهلا رح ضيف صبغة، اصبغة غذائية او اي صبغة بتكون اياها باللون اللي بدكم اياه. انا عندي صبغة صفرة بس مركزة، رح احط منها كم نقطة كم حبة بس وحرك. وهلا خلال الوقت انا رح اجيب كاسة مي فاضية وحط فيها تقريبا مقدار معلقة من البوراكس، معلقة كاملة، معلقة وشوي ما بيأثر، مو معلقة كاملة، ورح احط لها عبيها مي. ورح اقلبهم منيح وحرك كتير منيح حتى اضمن انه البوراكس كلياتها انحلت. اضمن انه كل التكتلات وكل شيء اجسام صلبة ضابط عندي عشان ما يصير عندي صعوبة بستضيفه فوق محلول الغراء. وهلا الشيء اللي رح ساوي انه رح ضيف شوي من البوراكس، مثل ما بعد ما ضمنت انه داب منيح رح اضيف انه شوي شوي بالمعلقة وحرك. مثل ما ملاحظين اول ما ضيف البوراكس على المحلول فعم تبلش تشكل عندي عجينة السلايم، فأنا راح أضيف شوي شوي وأقلب. لازم نكون كتير حذرين بالإضافة، لأنه إذا ضفت كمية كبيرة فراح يخرب عندي قوام السلايم.
وأنا عم قلب وعم حرك عم لاحظ إنه القوام اللي عندي صار أسمك شوي شوي. راح بلش ضيف لحتى أحس إنه وصلت لقوام السلايم. هلا بعد ما حصلت على هذا القوام العجيني، فهلا راح اقوم بتغطيه المحلول وتركه تقريبا نصف ساعه. خلال النصف ساعه يكون اي قوام او اي مزيج لسه ما تحول عندي فراح يتحول خلال هالمده، فراح اغطيه تركه مده نصف ساعه وبعدين ارجع نشوف القوام كيف صار مع بعضنا. فبعد نصف ساعه بنرجع. اذا هلا رجعنا بعد تقريبا حوالي ساعه، انا قعدت لي ساعه زمان طولت. فإذا رجعنا بعد ساعة زمان وأنا خلال الفترة أنا حسيت إنه القوام كان مو متجانس مزبوط، فقمت بثبت عملية التحريك مو أكثر من هيك حتى تجانس القوام، وهيك خلصنا وحصلنا على القوام النهائي. مثل ما شايفين القوام كيف صار معي، صار معي تشكلت عجينة السلايم، مثل ما شايفين الرخوة بتشط بتمط معي، وطبعا الصوت على السلايم راح يطلع معكم. يعني متو ملاحظين القوام ممتاز جدا، يعني مثل الستايم تحسن تشتروه من السوق ومط كثير، يعني مثل ما شفتوا. وهي الطريقه كانت لصنع الستايم. واذا عندكم اي مشاكل او اي استفسارات حصلت معكم خلال عمليه الانتاج ففينا نتبحث فيها بفيديو ثاني، ولكم شو في اخطاء فيكم تلافوها، مثلا كيف تحسنوا. اذا عندكم اي مشاكل ففيكم تسجلوها بالتعليقات. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. في ملاحظة تانية، إنه مو كل الغرة ممكن يعطيكم نتيجة ظابطة. أنا جربت من نوعين غرة، هذا ما أعطاني نتيجة كانت كتير سلبية ما زبطت معي أبدا، هذا زبط معي طلع معي ممتاز. فبترجع نوع الغراء على حسب البلد اللي أنتوا فيها، فلازم تجربوا وإن شاء الله يعني أول مرة يزبط معكم، يعني مثل ما قلت لكم على حسب نوعية الغراء. وهذا هو الفيديو كان اليوم، فأنتم شايفين السلايم. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. وانتم ملاحظين ما عملت زعل أبدا على الإيد، وانتم ما قلتلكم إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتدعمونا، تحطونا تعليق حلو، تحطوا لي شير للفيديو. وإذا وصل هذا الفيديو لعدد لايكات كثير كبير ففينا أعملكم فيديو تاني عن الغراء إن شاء الله، عن شيء تاني مثل المجال إذا حبيتوا هذا الشيء. فأنا كنت معكم كيمياء إبراهيم بيطار، السلام عليكم. Low key.